صباح الخير جوانا، صباح الخير حسام. الحقيقه جوانا الجو النهارده شديد الحراره وفي نشاط للرياح. انا كنت لسه هشتكي لك حالا واقول لك الجو حر قوي جدا ومن الصبح بدري. دي حقيقه. طب هنعمل ايه؟ طمنينا على حاله الجو بقى. يعني تعالوا نشوف التفاصيل. ايش صباح الخير عليكم مشاهدينا. خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس هيكون النهاردة شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وكمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 37، وأقل درجة حرارة في الإسكندرية 27، وأعلى درجة حرارة في أسوان 44. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنشوف على الخريطة وهنبتدي جولتنا فيها من مدينة 6 أكتوبر اللي جاي ناحية شرق القاهرة عن طريق المحور. الطريق رايق ومفيش أماكن ازدحام مروري على طول الطريق لحد ما نوصل فوق كوبري أكتوبر في منطقة عبد المنعم رياض. هنكمل جولتنا وهننتقل لمحافظة الإسماعيلية، وهنبتدي فيها من المحاور الرئيسية زي طريق الإسماعيلية الصحراوي واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية. كمان في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية الزقازيق. بالنسبة للطريق الدائري اللي رايح جامعة قناة السويس، الطريق هيكون بيشهد سيولة نسبية. لسه مكملين في جولتنا المرورية وهنروح لمحافظة الفيوم وهنشوف طريق الفيوم الدائري واللي بيشهد سيولة مرورية. هنشوف مداخل المحافظة. الطريق عند مستشفى الفيوم العام وحديقة الحيوان بيشهد سيولة مرورية. هنروح دلوقتي مشاهدينا لأسيوط وهنبتدي فيها من عند الطريق الدائري في أسيوط اللي الحالة المرورية فيه بتشهد سيولة مرورية نسبية. من الدائري في أسيوط لجامعة أسيوط واللي طريق دلوقتي قدامها بيشهد سيولة مرورية. هنروح نشوف كمان طريق كورنيش الثورة اللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية، وقدامه كمان كورنيش أسيوط الشرقي واللي طريقه بيشهد سيولة مرورية برضو. دي كانت فقرتنا المرورية مشاهدينا، وكمان استعرضنا مع حضراتكم فقرتنا الجوية السريعة. دلوقتي هنرجع لحسام وجمعنا عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر.